السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة ترضيه وترضى بها عنا، صلاة تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد. أصدقائنا ومتابعينا في قناة يوميات محامي، أهلا وسهلا بحضراتكم، ويا رب تكونوا بخير وسعادة. في الوقت اللي فيه أكتر من 15 شاب من بلد واحدة ضمن 95 كانوا على مركب متوجهة للهجرة غير الشرعية لإيطاليا وغرقوا في البحر، محدش يعرف عنهم حاجة. الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بتاعنا مشغول بفردين بس من بلد واحدة مات منها أكتر من 90 واحد في حادث هجرة غير شرعية. الإعلام دلوقتي ومواقع التواصل الاجتماعي ملهاش حس ولا خبر غير أمينة ومحمد جمال. أمينة الإيطالية ومحمد جمال، أمينة اتجوزت، أمينة اتطلقت، خدوا العيال، جابوا العيال، عملوا إيه، سووا إيه. والمفارقة دي بلد اسمها تطون من تبع مركز إدسا في الفيوم. البلد دي اللي ما يعرفش قصة، أكيد ما حدش ما يعرفش قصة محمد جمال وأمينة الإيطالية اللي بيعرضوا القصص بتاعتهم والإبهار اللي عملته أمينة الإيطالية لما جت هنا مصر، وإزاي كانت بتزغط الوز واخترعت الذرة، عملت اللي ما حدش عمله. والأخ محمد جمال برضو عمل اللي ما حدش عمله عشان جاب إيطالية، اتجوزها بعد 16 سنة في مصر. اللي أنا عايز أوصله من الفيديو ده إن في مشاكل وفي بلاوي تانية ممكن الناس اللي على مواقع التواصل الاجتماعي مهتمة بشخصين فقط، اتجوزوا واتطلقوا، لا هيفرق مع حد ولا الحد ده هيفرق معاهم إنه يعرف أو ما يعرفش. هل مواقع التواصل إن شغلته بتوعية الناس بخطورة الهجرة غير الشرعية، الطرق الغير شرعية للسفر؟ مش معنى ان البلد فيها بطالة ولا ان ده يكون مبرر الناس تروح ترمي نفسها في البحر بدون اي حباية ولا بدون اي امان ولا اي شيء. الناس بصراحة حوادث الهجرة غير الشرعية اتكررت في الفترة الاخيرة ومحتاجة وقفة، محتاجة وقفة، محتاجة وقفة من الناس نفسهم، محتاجة وقفة من المسؤولين، محتاجة نعمل مبادرات، محتاجة نتكلم في مشروعات تخلي الشباب ده ما يفكرش ان هو يروح يرمي نفسه جزافا في البحر. محتاجة ان احنا نعمل مشاريع وبرامج تدريب للناس دي، نقدر نأهله لسوق العمل سواء في مصر او خارج مصر، ونفتح منافذ مع الدول اللي هم بيهاجروا لها بصورة غير شرعية، ان الدول دي تستقطب الناس دي بشكل رسمي بعقود عمل، يسافروا بشكل شرعي في امان. حوادث الهجرة الغير الشرعية تنقص خطر والناس ما بتتعلمش. كل الحوادث وكل الناس اللي بتغرق ومحدش بيعرف عنها حاجة اتكررت، وللأسف المفروض ان الحاجات دي الحوادث تقل، لكن كل يوم كل يوم بتزيد. وحلم السفر وهاجس السفر لأوروبا والكلام ده كله، اللي عاوز يسأل عن السفر لأوروبا والكلام ده كله يشوف الناس اللي هاجرت، يشوف ظروفهم ايه، يشوف حياتهم ايه. الناس اللي اكتر من يعني انا شفت فيديو لواحد فيهم بتتكلم على 15 واحد من قرية واحدة. ده الحادث الاخير، قبل كده كان فيه 50 ولا 60 من بلد واحدة. فاحنا المفترض ثقافة الهجرة غير الشرعية محتاجة وقفة، وياريت نسلط الضوء على حاجات عامة مش حاجات فردية. تسليط الضوء دلوقتي الترندات اللي شغالة حاليا، شغالة على مين؟ شغالة على محمد جمال وأمينة الإيطالية. ودمتم في رعاية الله وأمني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.